استاذ سير الخيار ما كنعرفو دائما ابدا اي واحد كي يجي الباب ديالك والا الباب ديالك مفتوح جميع القضايا وجميع كنشكروك كنشكركم حتى من هذا المنبر الشكايات ديال المواطنين انا كنشكركم من هذا المنبر لانكم نتوما الصحافه النزيهه اللي كتبلغوا الراي العام الحقيقه التامه ماشي كتراوغوا في الحقيقه كما كاين شي وحدين اللي عرفنا واش كتيديروا في هادشي كنشكركم بزاف لان الصحافه هي اللي كتبلغ الراي العام لجميع الوقائع اللي كتوقع في المغرب من ضمنها الملفات اللي كتجري في المحاكم. بالنسبه للسيده فاتحه اللي عندي هاد الملف منذ 2019 ولكن 2019 كان هاد الولد ديالها اللي شاب وقتها عمرو ديال 25 سنه مشى 25 سنه كان تعرف على واحد البنت عند وكيتصاوب داكشي ديال البارابولات كاميرات مشى عندهم صاوب لهم شي كاميرات تعرفت عليه ملي من بعد دار الوالدين ديالو باش يشوفوها ولكن ملي على اساس الزواج ولكن ملي شافوا شاب ان بان لي هذاك الشيء ما لايقش لان عندها شاف بزاف المعطيات اللي ما يمكنش تليق ليه وتراجع على الزواج عيطوا لي واحد النهار داروا لي كنعاود ديك الجريمه الاولى اللي داروا ديال الضرب والجرح واللي حرقوه هنا بالفرشات اول ابر فرشات كاينه الصوره ادي لكم بها لان ملي مشى عندهم على اساس داك الشيء عطاو كاس ديال القهوه من بعد السيده فاتحه ما عرفاتش عيطوا لها الجيران قال لها اجير هذوك الناس راه ولدك في واحد الحاله هستيريه وراه ملي دار واحد الشهاده طبيه اللي دات لومبيلونس المده شهاده طبيه 24 يوم حرقوه من هنا ولا كنتعجب كيفاش المحكمه ديال تماره اللي جابوا هاد الناس في حاله صراع هي والام ديالها في حاله صراع ولا زال الملف رائجا الى يومنا هذا كنوقفوه في انتظار اتخاذ اجراءات في جريمه اللي متابعين فيها هذا نقول لكم من بعد قتل العمد الموت مؤدي ايذاء العمد المؤدي الى الموت انا غنشرح لكم هاد المعطيات من الناحيه القانونيه اولا داك الملف باقي جاري المحكمه من بعد خمس شهور كان العرس ديال الاخت ديالو غد ليه خرج عيطوا على الام شوفي راه ولدك غرق في عرق الجمل خاصكم تصوروا بعدا شنو هو هذا عرق الجمل راه ماشي بحار راه مثلا من هنا شي 10 شي بعيد على هاف من 17 بحال 100 كيلومتر ما يمكنش راه مشيت عايد من الفوق عايد بحال دابا شي حاجه هكا والبحر راه مرصة بحال مرصة تسمى اونفاليز اونفاليز هذيك البلاصه ماشي بحر عرق جمل اللي مقابل معاها راه مارين وكاين الكاميرات ديال لا مارين ديك الساعه ملي عيطوا على الوالده ديالو جات قال لي حقا راه تلاح على واحد الكارطونه ديال الحشيش علاش لان السيده اللي كان باقي معاه المشكل اللي باقي في المحكمه اللي باقي ما عندهم نزاع في المحكمه هي اللي قاوا هزا لي سبادري ديالو وهزا سروال البورطان ديالو باقي الى يومنا هذا عنده ما عرفش كيفاش درك الملك اللي جا ملي جا ما داروش الحراسه النظريه كيفاش تيقاد القضيه علاش السياره ديالو راه حطها بعيد راه شحال من شي جوج كيلومتر فاش حطها حنا تما كاين فيلات كلها عامره كاميرات وما حجوش ديك السياره ما حجوش الى يومنا هذا كان خاصهم يحجوها يديروا بلوس طار فيها يشوفوا اش كانت شكون اللي كان فيها حطوا الطوموبيله تما بينما الشاهد كيقول كانت واحد السياره كحلاله واحد كان تيصيد قال لك جات واحد السياره كحله وجات قالت لي الكوميساريه راه جبنا هذيك المره كجاي شاهد اللي كان في كان شاهد كان تيصيد قال كانت سياره كحله تما بغينا نشوفوا ديك السياره اللي كانت طالعه الفوق حدا عنق جمل ديال من ولا يعقل ميد على هذه القضيه اللي ما الى يوم هذا كاين شي جثه كيقولوا غرق ما لاحوش بحر ما انا نعرفوا هذه القضيه اش هي واش وحده تيتنعى نزاع اللي خاصها تكون في حاله اعتراق اعتقال يما كانت في حاله صراع ودابا اليومين هذا في الملف ديال الجنايات اللي في الجلسه كيروج داز عند قاضي التحقيق ما كانش تحقيق هذا الشيء اللي كنقولوا عند قاضي الموضوع دابا في الجلسه من دوز ديما كنلح عليه لان مشيت عند السيد وكيل العام محترم في شخص نائبه الاول علمته بهذه القضيه ملي بدا الملف جيت حتى الجلسه هي استاذ ديال ما دارش لا تحقيقات لا تحقيق ديال البوليس لا حتى شي حاجه ديال الجندار قال لي استاذه غديري بحث تكميري كلشي نديرو في الجلسه فعلا دابا كيدوز ميل كيدوز كل مره
كالتامس اجراء بحث كبير باش فرغوا الكاميرات. فرغوا الكاميرات لان ديال لا ماري كيفاش ما تفرغاش؟ كيفاش وكاين كاميرات تما كلهم؟ كيفاش عطاو السياره ديالو؟ كيفاش البورطاب ديالها باقا عندها الان؟ ما يمكنش. ملي جينا شي خبره ديال التليفونات خاصة التامس خبره ديال التليفون، هذيك السيده خاصها تكون حاله اعتقال لان خارجه من عند الجندار. اش قالت لواحد يشهد غيشهد ليها دابا؟ قالت لي ما يمكنش نقول الحقيقه، الا قلت الحقيقه غتكون تكوين عصابه اجراميه، وراه جاي يشد معنا ذيك النهار، وانا انا كنلتمس من رئيس الجلسه المحترم اللي غادي يدير لازم ويحكم هذا الملف بمصداقيه، انا متيقنه لان هذا الشيء تحت اشراف وكيل العام الاستاذ الراجي اللي كنقول لكم دائما راه وكيل العام ديال الدار ديال الرباط من خيره الوكلاء الملك في المغرب، لانه كان ديال الارهاب. لهذا الاسباب حنا غنلتمسوا اجراء بحث تكميلي الفراغ، لان ما دارش الشرطه والو، قاضي التحقيق ما دار والو. اش دار؟ عمري ما شفت بعدا الحاله المتابعه. الايداء العمدي تابعينها هي جايبينها في حاله صراح، ايداء العمدي مؤدي الى الموت. فين هو الموت؟ واش عندكم شي شهاده الوفاه؟ واش كاينه جثه؟ فين كيفاش هذا الموت؟ واش قاضي التحقيق عاين الموت؟ واش عندها دليل اللي بعدا الموت وشهاده عاطينه شهاده الوفاه؟ ما كانش سميتو عبد القادر الحرج قال لك تلاح على خنشه ديال سميتو، قاو هذيك اللي عندها عداوه معاه اللي كانت شرباتو قبل، وراه كاين نازل الميت محكمة الصغيرة، باقي تنوقفوا إلى حين صدور الإجراءات هذا الميت ديال الجنايات. ولكن كيفاش خلي الفرشات اللي قلتي لنا أستاذ؟ لأن ملي نهار الأول نهار مشى عندهم ملي ما بغاش يتزوج بها مشى عندهم عيطوا عليه شربوا شي حاجة، ها هي الصورة غتولي لكم الأم ديالو حارقين بالفرشات هنا. كرشو. في كرشو داتو لومبيلونس مستعجلا وجاو في حاله صراح في سماره ودابا في الرباط. ما فهمتش شنو هي هذه ايداء العمدي المؤدي الى الموت. ياك البنت قالت لك تاح في البحر على خنشه ديال الهضره، فين هو الهضره؟ كيفاش ما حجزوش السياره؟ كيفاش ما حجزوش هاتف المقال؟ كيفاش ما تدرسش ديك السيده في حراسه النظريه واللي كتقول الشاهد اللي جاي يشهد معنا؟ الا قلت هذا الشيء غتولي عصابه اجراميه. اذا انا كتشوفوا لي كنهضر في المنابر الاعلاميه، راه ماشي باغي نتصور ولا باغي نتشهر ولا باغي، لان ما يمكنش. راه الملفات عندي كل بحال هاد الملفات، شوف من 2019 وراه خرجنا المنابر الاعلاميه عده مرات، ما يمكنش نشوفوا ايداء العمدي المؤدي الى الموت. ما دار حتى شي تحقيقات، سيده في حاله صراح، لا سواء من محاوله القتل الاولى دوزوا الابتدائيه ديال تبارك في حاله صراح باقا كتروج، ودابا بغيت نعرف شنو هي ايداء العمدي الى الموت، مع العلم ان عبد القادر الحرش ما كايناش الجثه ديالو الى يومنا هذا، لكن كانت واحد الشكوك في واحد الجثه اللي كان عاينها الوالد ديالو اللي كان قاد فيها بان شي ضربات نكمات هنا زرقين زرق، وقال لك كيشبه لي بحال هو سنان مهرسين. حنا بغينا الحقيقه ديال الحرش عبد القادر سيد بان، لان لبقيت انا عندي ملفات علاش انا كنهضر، عندي القرحه على هاد البلاد، عندي القرحه والمواطن على هاد البلاد، لاني انسانه وحقوقيه ومحاميه، لان غادا المسيره ديال سيدنا الله ينصره ويخليه لينا اللي ديما تيلح على تحقيق العداله في البلاد، اللي تيقول ربط المسؤوليه بالمحاسبه، لان هنا حان موعد وقت باش ربطوا المسؤوليه بالمحاسبه، لان كيفاش الاجراءات ما كتمش، كيفاش السياره ما تحجزاش، عطاهم السياره. السيارة اللي كان فيها قالت لك هي وياه طاليهم، بينما كانت سيارة كحلة تما. حنا نعرفوا شكون اللي وراء هاد الجرائم، علاش ما كدارش ابحاث وتحقيقات في هاد الجرائم؟ ومن هاد المنبر انا متيقنة بان القضاء النازل بين يديه الملف دابا اللي دايرين فيه المتابعة ديال قضاء التحقيق ايداء عمدي مؤدي الى الموت، رغم ان ما عندنا لا جثة لا والو، راه كنت في الجلسة ديما كنطالب هادشي، وانا متيقنة بان القضاء كما عهدني بها نائب الاول ديال الوكيل العام الملك قال لي جميع الاجراءات ابحاث تكميليه غنديرها في الجلسه، وغنديروها في الجلسه، غنفرغوا الهواتف في الجلسه، غنديروا كل شيء في الجلسه، غنطلبوا باستخراج الجثه اللي كان شكوك فيها اللي فيها اللكمات والمرسي اللي خرجوها من البحر، ونشوفوا فين هو الحشيش، هذا الحشيش كرتونه الحشيش كيفاش هو مشى هو الكرتونه، كيفاش لا يعقل واحد واخا يكون مسطي يجي تلاح من بحال دي ستاتاج من شي جوج كيلومترات تلاح على المارا مرسى، راه ماشي بحر، راه ماشي بحر، سحبوا الناس تدخل البحر، لا كيفاش التحقيقات؟ كيقول لك العمدي الى الموت، مؤدي الى الموت،
هي امتدت اذا عندي اذا ايش من اذا دارت هي قالت لك عاد تلاح انا خمشت على البحر تلاح في البحر يقبل الحشيش في نوع الحشيش الدرك الملكي اش دار في البحث قال التحقيق اش دار المتابعة ديال اذا عندي مؤدي الى الموت رغم ان ما كايناش شهادة وفاة كيفاش هذا الشيء اذا حنا غنبقاو ضروري غنعرف الحقيقة لان هاد الملفات اللي عندي شائكة كنقول لكم علاش انا كتطلع لي سكرت الخمسة ونص ني ميمكنش كحل الضو بيض وبيض ردك حي وكنخرج ما كيبان لي ميتة بحال هادي كيفاش ما بغيتيش المحامي يخرج للصحافة لان ما يمكنش لان الصحافة غتنور رأي عام وغتبلغ جميع السلطات كنلتمسوا من المسؤولين الكبار اللي حنا كنعرفوهم كيخدموا بجدية من اللي كيسهروا ليل نهار من السي الحموش مدير الأمن اللي كيصلي لنا والسي حرام وكنشكرهم هذا المنبر ورئيس النيابة العامة لأن رئيس النيابة العامة ورئيس السلطة القضائية هما اللي كيخدموا بلاد ليل نهار وما يبغيوش هذا الشيء يكون في المغرب وهما أنا متقلة منهم من جميع الطلبات اللي درنا اليوم وهاد اللي كيشوفونا راهما كيخدموا ليل نهار مزيان يعرفوا الحقيقة ديال أي ملف باش تحقق العدالة في المغرب ونمشيو دائما للشعار ديالنا دائما الله الوطن الملك.